fethedememiz. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعشيناهم فهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ها أنتم إلا بشر مثلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم جهنم